صباح الخير عليكم. صبحنا مدينة ديال باكالار. غادي دابا للمصبانة باش نصبنو الحوايج ديالنا لان مابقاش ليا بزاف وغادي نخوي المكسيك وحتى هي مابقاش ليها بزاف وغادي تخوي المكسيك. جينا الباكالار هاد المكان هذا شحال هادي وانا كنفكر انني نزورو لان كاينه فيه واحد اللاغون واعره كنسميوها لاغون دي سيات كولوريس، اي لاغون ديال سبعه الالوان. ان شاء الله اليوم غادي نعرفكم عليها. الباكالار جاتني الفايب ديالها كيشبه بزاف البالي كما كتشوفوا هنايا، الطبيعه رابعه على جنبنا، حتى الفايب ديال الريستورا واعر. انا طلبت واحد البيض مع داك البيض مع الخبز مع الفروت، هي طلبات تشيلاكيليس. هاو از تشيلاكيليس؟ هاو از تشيلاكيليس؟ المهم فايب يا سلام. غادي نفطروا هنايا وعاد غادي نمشيو نضربوا بكم دويره لداخل ديال باكالار. قبل ما نكملوا نخليكم مع السبونسور ديال الفيديو اللي هو وان اكس بيت. وان اكس بيت الدراري هي واحد البلاتفورم اللي كتمكن لك انك تلعب على الفرق المفضله ديالك غير بالتليفون، يعني الا كنتي ديجا كتكوطي فراه البلاتفورم فيها احسن لي بونص. غير هو قبل ما تلعب كنبغي ناكد على ثلاثه د الحوايج. اول حاجه ان اللينك كيخدم غير في المغرب، ثاني حاجه ضروري وكناكد عليها انك تكون فوق 18 عام، وثالث حاجه ما تنساوش تخدموا البرومو كود ديالي اللي هو زيزو 01 اللي يمكن لك بدورك انك تربح 130 دولار. تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. واو صاب بيبي. هاي بيبي. So what this is place? This fort was built by the Spanish to protect Bacalar from the pirates who were coming using the lagoon to attack the town and rob the town. So the Spanish built this fort to protect it. قبل ما ندخلوا اللاغون اللي كاين هنايا غادي نكريو واحد الكاياك ديال جوج ديال الناس، ودار لنا واحد الثمن رمزي ثمن زويون 400 ديال الباسوس. وصلنا دابا اللاغون، اللاغون ديال سيات دي كولوريس هي اللي كما كتشوفوا. هنا كاياك، كاياك وجاكيت لايف. نايس كي فورتي استاذ، مو فورتي اميغو. كوانتوس انيوس تيانا؟ 60 شو باسل؟ باسل 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 Mostly so you can do most of the route. Oh, normally I would do it myself, but I'm not feeling well, so I'm going to make you do it. So I'm going to make you do it. Oh, yeah, come on. Ready? Woo! Ah, handak. Yes. HDP bina ya Lili. Hiya bina ya Lili. سيري يا ليلي، عطيك الرضا يا ليلي. شحال زوينة تكون صايقة هاك المرا. لا ماشي صايقة هاك المرا، صايقة بك المرا. يلاه ليلي بيني ليا اش غديري. سينا عيانة. يو سترونغ ليلي. ها صحيت اش قال لك؟ قال لك راك محظوظ عندك كاميرا، كنت غنضربك بهذا بهذا الجناب ولا سيت سبعة تقولوا لي سميتو بالدارجة. اي هاهي اش اللي غادا بينا. هاهي سلام على المطر كيفاش داير شاش. ليلي do you like it? Yeah. Are you sure? Yes. يا سلام على المطر كيفاش داير. سي اول مره غندير الكاياك وغنديرو مع ليلي صراحه مش كاس ما كانش كيسحب ليا الكاياك زوين الدرجه دابا بقى لينا والو ونوصلو ل ليلي عيات مسكينة صراحة، مابقاش عندها السوسن صراحة. ما عنديش شي فكرة واش عندنا شي بحيرة بحال هذه في المغرب، ولكن إذا كانت والله تنمشي ليها إن شاء الله. فنرجع للمغرب تكتبوا لي في التعاليق إذا كاين شي بحيرة بحال هذه نمشي ليها في المغرب. يا سلام شاشة. الحياة
يا ليلي ويا ليلى حب يقطع جناحي قولي ذكراني من روم. ليلي Are you happy? Yes. Okay, nice. I'm tired. I'm tired too. عيات والله تعيات. حنا دابا هادو اللي كتشوفهم كيعوموا هنايا كلهم جاو في التور ديال البلوكة. يا سلام. الحياة. Yeah, but the people are living it there. Yeah, but there's a way they have. Yeah, I'm gonna take it there. I'm gonna take it there. I'm gonna take it there. يا سلام يا سلام. تقول هراك في المالديفز. صباح المالديفز. سيتي كولوريس. المكان الجميل. صراحة شحال هادي وانا عايش في المكسيك. اليوم عاد سلحات لنا الفرصة باش اننا نزوروه وتعرفوا عليه تانتوما. لا قدر الله جا شي واحد فيكم ضروري ما تفلتوش تزوروا هاد المكان الرائع كما كتشوفوها. La lluvia que va cayendo del cielo va fluyendo hacia el mar. Agua dulce de los ríos, agua salada y de mar. La lluvia que va cayendo del cielo va fluyendo hacia el mar. Agua dulce de los ríos. من البلايا ديال كارمن. اليوم وغدا غيكون اخر نهار عندي مع ليلي، فلهذا قررت ندير ليها واحد المفاجأة، نعبر ليها بالإعجاب ديالي قبل ما تمشي رجع للولايات المتحدة الأمريكية. Okay. Today is July 25th, 2023. We are in Playa del Carmen, Mexico, obviously. And we're about to go out to dinner. We're in the shower. And you better ask me to be your girlfriend tonight. So this will be the last you see me single. And yeah, just recording this for the memories. جاي تعبر ليها ويقول ليها بلي انا باغي حياتي فهمتوني هي راه ما عطا والو يعني انا قلت لها باغي غير نعرفك حيت هي راه راجعه بحال تاع الميريكان بعد غدا ندير لها هاد المفاجاه هادي ونشوف لا رياكسيون ديالها واش هي كتبان لي نفس الشعور واخيرا بعد ما تعشينا صراحه ما قدرتش نبارطاجي معاكم ما قدرتش نصور لكم داك الاجواء فاش كنت كنهضر معاها وكنعبر ليها وعبرت ليها بالمشاعر اللي كنحس بهم ودرت ليها واحد المفاجاه الصراحه اللي كانت زوينه زوينه بزاف حتى هي عبرت ليا المشاعر ديالها داكشي اللي كتحس صراحه كانت رده الفعل ديالها اللي ما تصوروش كانت كتبكي عرفتي قالت لي اول مره غنحس بواحد الحب حقيقي اللي باغا نكري مع حياتي. Thank you so much. And I can't wait to travel the world.